أسعد الله أوقاتكم أحبتي بالخير والصحة والبركة. لا بد أن نكمل اليوم درسنا الذي بدأناه سابقا والذي كان عنوانه قصة حجر. رأينا كيف أن الحجر الأسود الذي كان طبعا في الكعبة المشرفة اختلفت العديد من القبائل العربية بعد تجديد بناء الكعبة إلى وضعه أو على وضعه في مكانه، فكل منهم ينال أو يريد أن ينال شرف وضعه في مكانه، وعلت أصواتهم واشتد الخلاف بينهم حتى كاد أن يتحول إلى قتال لولا تدخل بعضهم واقتراحه بأن يرضوا بالاحتكام إلى أول قادم يدخل عليهم وهم يختلفون. طبعا كان أول الوافدين إليهم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفرحوا جميعا لأنه كان شابا أمينا، ورأى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يضع الحجر الأسود في وسط ردائه ويطلب من رؤساء القبائل أن يحملوه كل واحد منهم من طرف حتى يعيدوه إلى مكانه، وهكذا حل الخلاف بينهم وعادت المحبة والإخاء إلى رؤساء القبائل المتنازعين. وما زال الحجر الأسود منذ ذلك اليوم في مكانه يذكرنا بحادثة الخلاف هذه، ويشهد لنبينا صلى الله عليه وسلم بالحكمة والعظمة. نستذكر معاني المفردات التي مرت معنا وهي فريد لا مثيل له، احتكموا إليه طلبوا منه أن يكون قاضيا بينهم، نزع خلع والضغينة الشحناء أو الحقد الشديد والشحناء العداوة والبغضاء. الآن معنا هذه الفقرة نريد أن نستخرج منها مفرد كلمة رؤساء وقبائل. حملني جميع رؤسائي القبائل إلى مكاني. طبعا ما مفرد رؤساء؟ نعم رئيس، وقبائل قبيلة. نعم الآن معنا هذه الكلمات روعة بساطتها والحكيمة، نريد منها أن أو نريد هنا أن نستخرج جذرها اللغوي ومعناها وأن نرتبها حسب حروفها وترتيب حروفها. طبعا الكلمة الأولى نلاحظ أن جذر كلمة روعة روعة، بساطتها بسطة والحكيمة حكمة. إذا لدينا الراء والباء والحاء، ما أول هذه الأحرف؟ طبعا الباء، وثانيها الحاء، وآخر حرف فيها هي الراء. إذن أصبح لدينا أن الكلمة الأولى هي بسيطة أو بساطتها، جذرها اللغوي بسطة. ما معنى البساطة؟ أي السهولة والوضوح. قلنا أن الكلمة الثانية هي التي تبدأ بحرف الحاء، جذرها حكمة، الحكيمة حكمة. ما معنى الحكمة أو الحكيمة؟ أي صاحبة الرأي السليم أو السديد. آخر كلمة روعة من روعة، وقلنا ما معنى الروعة؟ أي الجمال والحسن. سنكمل الفراغات، نبدأ بألف من صفات الحجر الأسود المذكورة في القصة أنه كان ماذا؟ قديم وغال ومقدس وفريد. نعم وضع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود بماذا وضعه؟ بماذا حمله؟ أكيد بيديه الشريفتين. أين وضعه؟ في وسط ردائه. عندما سمعت القبائل فكرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هل أعجبتها الفكرة؟ نعم أعجبت بالفكرة وقبلتها. الآن ما الفكرة الرئيسة في مقدمة قصة حجر أو قصة حجر؟ قدم الحجر الأسود، قدم الحجر الأسود وأصالته، الحجر الأسود جزء من الكعبة، الحجر الأسود مختلف عن باقي الأحجار، مكانته عند العرب والمسلمين. طبعا المقدمة كانت تتحدث عن اختلافه عن باقي الأحجار. ما الحدث الرئيس الذي يمثل المشكلة في القصة؟ هل هو الانتهاء من بناء الكعبة، أم افتخار الحجر الأسود بنفسه، أم إنهاء الخلاف بين القبائل المتنازعة، أم نزاع القبائل حول وضع الحجر الأسود في مكانه؟ ما المشكلة الرئيسة التي كانت في هذه القصة؟ لابد أنها نزاع القبائل حول وضع الحجر الأسود في مكانه. أشكر متابعتكم أحباؤنا، إلى اللقاء.